اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شخص في مرحبا بكم. انا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه بويترا. معنا هذا السي ياسين اللي الزوجه ديالو اللي كيقول انها هربت عليه من بعد ما وقع بيناتهم واحد الخلاف، لكن مع الاسف هربت عليه هي والبنت ديالها وجمعت الحوايج من الدار وخلاته على الدرس وخرجت. مرحبا بك السي ياسين ومرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناه شخص في قناه الشعب. مرحبا سيدي، مرحبا سيدي. قول لنا سيدي المشكل ديالك مع الزوج ديالك، شحال نتوما متزوجين؟ عاودنا كيفاش العلاقه كانت. المشكل مع الزوجه ديالي انا ما عنديش معاها شي مشكل من قبل، حيت حنا اصلا تزوجنا عن حب. انا تزوجت بها كانت ما نكذبش عليك كانت خدامه غير في القهويه ديك الساعه. نعم. وخديتها وهادي يعني اش نقول لك، بغيتها وبغاتني، وخا والديا ما كانوش باغيين ما كانوش راضيين، ومع ذلك ضربت والديا وخديتها. الحمد لله ماشي نقول دوزنا حياة زوينة وجمعنا راسنا ودينا بزاف. شحال تقريبا؟ دابا هادي المدة شي سبع سنين. سبع سنين؟ كنا فيها كانت عندنا حصيرة وجوج بونجات وبوطة وكاملة هادشي اللي كنا كنكساو. انا كنت كنخدم في حشاوي عز وجه الله، كنت كنخدم في التميخيله، كنخرج كنميخل في الطوار والزبال وهادي قبل ما نخدم في هاد الشركه دابا اللي وليت خدام فيها ديال النظافه. نعم في كويتا. هي اللي هي شركه ارما. مليون ديك الاسماء. ما عليناش، كنت خدام بخير وكنجمع شويه الفلوس شويه بشويه، كل مره نشريو حاجه كل مره هادي، يعني شرينا الاساس غير مزيان. يعني ثلاجة ب 96000، تلفازة كبيرة ب 110، شوفوا ب 30000 ريال، كويزينير شاريها لها ب 46 جديدة، لا داعي لديك هاد الممعن يعني غير لي مارك، زائد بيت النعاس شاري ب 120000 ريال، زائد الصالة حتى هي ب 4 سدادة ديالها بالزرابي ديالها بالمسائل ديالها. أنا شنقول لك أستاذ، أنا من هادشي كامل أنا غارب. انا مثلا ماشي تنهضر هكايا قدام التلفازه او هادي غنقول لا هذيك المراه طلبتني هزت ليا رزقي دات ليا داكشي كامل، هذاك الشيء تستحقو هذيك المراه واخا دات هادشي كامل، وانتم سيادتكم راه تصوروا وتشوفوا الدار كامل كيفاش دايره. انا كنقول من واحد الناحيه تستاهل دي كلشي، ولكن عيب باش تحرمني من بنتي فهاد العواشر هادي اللي هي عزيزة عبد الله. اخي اسمح لي ما تقطع، خليك اسمح لي، قلت لي الدار هي هادي هاكا هما اللي خلات لك هاكا الدار بهاد الحالة. شوف قول انا نشوف كيف خلات لي، شوف كيف كنعس انايا. نعم. الحالة اللي كنعس فيها هادي الحالة ديالي. خلات لك هاكا يا. كمل السي ياسين. خويا هاد المرا دوزت معاها 10 زوينه، ماشي غنكر انا نقول رانا دوزت معاها 10 خايبه. وقع بيناتنا واحد النقاش اللي هو جا الاخر ديال الشهر زيرنا شي شويه في الفلوس، قلت ليها انت راه غنبيع تيليفوني، انا عندي تيليفون اسيس بلس، قلت لها 64 جيجا 4 في الرام، قلت لها غنبيعو، راه جاب ليا 12000 ريال. هي عندها تيليفون انفينيكس 32 جيجا 2 جيجا في الرام، جابتها هو 12000 ريال. قلت لها يعني هاكي هذا اللي هو زايد في هذا في الارام وهذا، وعطيني ديالك نبيعو اللي هو اصلا ديجا شاريه انايا، يعني حنا ما بيناتناش، يعني كلشي ديالها، انا كنعتبر كلشي ديالها مادام المرا كتسكن معاك في الدار الا راه كلشي ديالها. هي هادي ما بغاتش صافي، بقينا مني منك نقاش بحال كنتجابدو في الهضره. انا
قلت لهم ما كنت تحيد الذهب للكوزاقين بو يبيعوا وانا هادي وانا هادي ماشي تحيد بلاد الناس وانا هكذا. المهم سيدنا شي شويه بما اننا قلت لها خصك تعاون هنايا خصك تعاون هنايا تعاون هنايا اي حاجه هي صراحه كتعاون معايا هي صراحه كتعاون معايا ماشي النكره والخير ديالها ولا هي قبل ما نخدم انا لا في الشركه لا في هذا هي كانت خدامه في لاباز كانت خدامه في واحد الخدمه اللي هي دابا خدامه فيها نعم وكتعاون معايا كتشد واحد البركه اللي هي 34000 ريال كتخلص منها الكرا كدير ميناج اي كدير ميناج كتعاون معايا زعما على الزمان وهذه ما ننساش خيرها انايا عندي مع بنيه بحال الورده ما نكذبش عليك هذه البنيه ما يسخى بها حتى شي واحد شنو نقول لك استاذ من موراها مشيت انايا دازت سيمانه من مور داك الخلاف هي خرجت كتنعس هنا في الصاله خرجت حوايج عطاتهم هو واحد السداد تم خوات الماريو خوات بيت النعاس خلاتني كنعس فيه بوحدي مده سيمانه نهار الصباح اللي غادي فيه هذا بحال اللي علمني الله خرجت لعند هنا صنع خمسة الصباح كنبوس لها في راسها وهادي وطلب منها السماحة علاش حيت أنايا أنا اللي ظلمتها أنا مع تعصبت بقيت هزيت واحد السداري لقيتو ليها وواحد الطابلة تا هي هزيتها لحتها وبقيت كنهرس هي جات لعندي بحال هكايا أنت ما عمرك ما نفعتي بهذا الشكل هذا؟ لا ما عمري نفعت بهذا الشكل ولكن فايت ليا تناقشنا وضربتها صراحة ما نكذبش أنا اللي فيا فيا واللي ضربتها ضربتها نعم هي هذيك صافي منين فعلنا ويتلاح عليا بيديها هاي هذا كان بطلقه ماشي كنضرب شويه مايا جرتني من عنقي انا من جرتني من عنقي انا مع رمضان مع الصيام بدون شعور صافي وانا نضربها اش كنضربها عاد تصرفها اش كنتصرفق فيها كنصرفق فيها وهي تزرق لها هاد العين زرقت لها هاد البلاصة هاي من هنايا ومن هنايا كاملة تزرقت فاش مشات دابا للخدمة ديالها سولوها المسؤولين ديالها مالكي ما مالكي قلت لهم راه ضربني راجلي صافي فاش قالوا لها ضربني راجلي المسؤولين داوها للسبيطار ديال اللي مسؤول على الإدارة ديالهم داروا لها شهادة طبية المهم بغاو يوقفوا معاها باش تكمل الاجراءات ديالها ولا بغات طلاق ولا بغات هادي ولا بغات هادي ولا بغات شي حاجه المهم هما واقفين مع المسؤولين ديالها وحتى انا تكلمت اليوم مع واحد المسؤول منهم الله يجازيه بخير الله يكثر خيره مسكين حتى هو وقعت فيه وهضر معايا هضره زوينه وقال لي هو الوحيد اللي عنده النمره ديالها هو الوحيد اللي عارفه في كاينه قال لي انا نحاول ما امكن باش نهضر معاها ونرطبوا لها خاطرها وهذه وطالبوا مني باش ندير لها تعهد على انني مره اخرى ما نقيصهاش عند البوليس هذه في حاله ما لا بغات هي ترجع يعني الا ما بغاتش ترجع يعني غاتابع داك الشيء قانونيا واخا السياسي شنو كتقول لها من هذا المنبر؟ من هذا المنبر هذا انا كنطلب من الناس السماحه كنقول لها انا ظلمتك بنت الناس صراحه يعني ماشي شي وحده اللي بالكلاب ولا بالناس يعني واحد السيده اللي درويشه و يعني ومتاقية الله وهذا وانا اللي ظلمتها الحق انا كنقوله نعم يعني فيا ما نزورت الهضره كامله نبقى نختار شي حوايج ما كاينين شنو نقول شي حوايج ما كاينين ولكن انا بغيت نقول على الحقيقه باش توصل ليها حيت الهضره اللي كتقال من الحق كتوصل من القلب للقلب نعم فهمتيني خويا نعم يعني انا ما انا مستعد للتنمر ديال اي واحد اللي يقول شي هضره ولا اي واحد بغى يقول شي حاجه ولا ما عنديش مشكل انا المشكل اللي عندي دابا هو انني نرجع مرتي وبنتي باي طريقه وباش ما كان وما عمرها بقى تشوف مني هذه المعامله ولا عمري نهز فيها العين ولا عمري ندير لها شي حاجه اللي تاذيها ولا تضرها في خاطرها ولا شي حاجه هادشي اللي كاين هو السياسه كيف ما تبعتم انا متابعين الافاضل السياسيين كيطلب من السماحه من عند الزوجه ديالو كيقول لها مراتي العزيزه اليوم جاي باش نقول لك امام الجميع انني اعترف بانني درت خطا ولكن اليوم جاي نعترف بانني اخطات
وكنطلب منك السماحة. واليوم حنا في هذا الشهر المفضل عند الله، سمح لي وان شاء الله تكون بداية موفقة ان شاء الله وتكون صفحة جديدة. راه بيناتنا بنت، ما تنساش هذه القضية، وبنت في عمرها 3 سنين. الله يجازيك بخير مرتي العزيزة. غادي يسأل اللسان ديال السياسيين كيقول لها مرتي العزيزة بيناتنا بنت في عمرها 3 سنين، ما تنسيهاش هذه القضية، وان الله غفور رحيم. واليوم جاي كنقول لك امام الجميع، مرتي العزيزة سمح لي، ولا خطأت في حقك انا مستعد ان نعتذر عليه، وانا كنعتذر امام الجميع. فالله يجازيك بخير، لا وجه العيد ولا وجه العواشر، ان الله غفور رحيم، ونبداو صفحه جديده. وشكرا لكم متابعينا الفاضلين، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو، يعني كتستحق تبارطاجا. سياسين اخر كلمه للزوجه ديالك. اخر كلمه للزوجه ديالي، انا كنتمنى انها شافت هذا الفيديو هذا وحست بيا، تعرف بانني غلطت في حقها، وديك البنيه راه غادي تضيع، حيت حنا كنا جوج الناس ومعاونين على الخدمه، ومع ذلك ما كانتش كتهضرش، فما بالك هي تعيش بوحدها وتعيش مع هذيك البنيه؟ كيفاش غادي تعيش؟ ديك البنيه غتكرفص، وانا بنتي بغيت تعيش واحد المستوى اللي هو زوين، انا ما بغيت لا نكرفص على هي لا البنت ديالي. هادشي كامل هادشي اللي كاين، والسلام، والله يرحم الوالدين، شكرا لكم.